سلطة البرتقال بالبرغل. برغل منقوع فيه عصير برتقال، ده منقوع فيه عصير برتقال. ممكن انقعه فيه كمان ليمون، حبة كده حلوين. ماشي، هحط عليه ايه بقى؟ برتقال، بنجر مشوي متقطع او مسلوق متقطع زي ما انت عايزة، رشة ملح بسيطة، وبصل اخضر. نيجي بقى للدريسنج بقى اللي بينقل السلطة دايما وبيحليها، عبارة عن ايه؟ ملح، زيت زيتون، دبس رمان، عصير ليمون. تاني الدريسنج بتاعي عبارة عن ايه؟ ملح، زيت زيتون، دبس رمان، عصير ليمون. بس كده؟ اه بس كده. طيب هعمل اول حاجة ان انا هاخد البرغل بتاعي وهحطه هنا، مش هاخد طبعا الكمية دي كلها، هي كوباية. تمام اهو. طبعا بعد ما بيتنقع في مية بطلعه وبحطه ايه في شوية عصير برتقال، وانزل بقى عليه بالبنجر الخطير ده. انا هلون دلوقتي، بصوا هيلون معايا ازاي، بصوا هيبقى ملون ازاي معايا. وكمان عندي هنا البرتقال. طب فيفا انت بتعملي ايه؟ انا بحط يا جماعه فيتامين سي على البنجر. طب ايه اللي بيحصل؟ يا ده بيعزز امتصاصه جدا 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 في الجسم، اللي هو ايه؟ اللي هو الفيتامين سي اللي موجود في البرتقال على ايه؟ على البنجر اللي هو مليان ايه؟ حديد. عايزين اي حاجه الجسم يستفاد منها فيها حديد، وعايزين الجسم يستفاد منها، هنحط ايه على طول؟ هنحط شويه ايه؟ فيتامين سي. فيتامين سي هنا عباره عن ايه؟ عن عصير البرتقال، وكمان عن هنا الليمون. حاضر. وعندي هنا البصل كمان، واقلب. تعالوا نقدم السلطه اهو. شكرا يا سعيد. وتعالوا نعمل برضو البافلو صوص على طول. طيب البافلو صوص بقى اللي هحطه على، عندي هنا هحط الزبده اللي هحطه على القرنبيط، قلت لكم اختياري. هحط الزبده مكعبين كفايه جدا جدا، واحط ايه عندي هنا؟ الهوت صوص بتاعي، ورشه الثوم البودره، ورشه البصل البودره، ورشه ايه هنا؟ الفلفل الاسود والملح. حاجه بسيطه جدا. نعم حاضر. خلاص انا هنا حطيت بس مكعبين زبدة، مش اكتر من كده. خلاص كده عندي جاهز. ممكن كمان انزل ايه؟ معلقة عسل ابيض كده واحدة فيه. ممكن احط كمان لو عايزة مايونيز، برضو بيديني طعم حلو قوي. خلاص كده وابعده. تعالوا نقدم طبق السلطه والقرنبيط. بصوا لونه عمل ازاي واتشوى ازاي، مش عايزه اقول لكم هيعجبكم جدا وريحته تجنن. انا هجيبه حالا، هقدم السلطه بس اهي. بصوا بقى ملونه وحلوه قوي، وطعم البرغل بياخد من كل اللي انا حطاه، دبس الرمان والملح والفلفل الاسود والبرتقال والليمون. عايزه اقول لكم هتعجبكم قوي.